فوز ترامب بالانتخابات هل سيؤثر على الثورة إيجابا أم سلبا؟ والله يا سيدي نرجو من الله أن يؤثر إيجابا، لكن هذا الصراع الدولي إن شاء الله يكون له حل واتفاق دولي لحل هالمعضلة في سوريا نهائيا. ليس السوريون وحدهم من يترقب التغييرات في السياسة الأمريكية تجاه سوريا بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأخيرة. المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أبدى تحفظاً على تركيز ترامب فقط على قتال تنظيم الدولة في سوريا، حيث طالبه بالدفع باتجاه إصلاحات سياسية في البلاد، معتبراً أنها ستمنع تنظيم الدولة من تجنيد مزيد من المقاتلين. الأسد وفي مقابلة مع محطة تلفزيونية برتغالية أبدى بعض الحذر في الحكم على ترامب، لكنه قال إن الأخير في حال أوفى بوعوده بشأن مكافحة الإرهاب فإنه سيكون حليفا للنظام. بالنسبة إلينا من غير المؤكد إذا كان سيفي بوعوده أم لا، لذلك نحن نتوخى الحذر في الحكم عليه، خاصة أنه لم يتقلد مناصب سياسية من قبل. ولكن لنقل إن كان سيحارب الإرهابيين فأننا سنكون حلفاء طبيعيين له في ذلك الصدد مع الروس والإيرانيين وبلدان أخرى تريد هزم الإرهابيين. الأسد الذي شكك بإمكانية وفاء ترامب بوعوده لم ينسى بطبيعة الحال تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي الجديد، وصف فيها قتال النظام وتنظيم الدولة معا بالجنون، واعتبر أن رحيل الأسد أسوأ من بقائه. فهل سيتبع ترامب سياسة يكون فيها حليفا للنظام في سوريا وداعما لبقائه كما يأمل الأسد؟ أم أن المواقف المعلنة قبل الانتخابات ستختلف بعد بدء ممارسة الرئيس الأمريكي المنتخب مهامه مطلع العام المقبل؟